النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الاعتصام بحبل الله يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كافتراق واختلاف أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، لكن لما لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه طريقة أهل الكتاب، أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته بالذات من كتاب الله وسنة رسوله، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق، تقطع أمرهم بينهم زبرا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل أحدث له مذهبا ومنهجا لا يوافق منهج الآخر ومذهب الآخر، فحصل بذلك فتن عظيمة وشرور كثيرة. فلا عاصم من هذه الفتن وهذه الاختلافات وهذه الملاحات بين الناس إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأصل والأساس، وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.